طيب، ما بين اهتمام شباب بابتكار شخصيات دمى واستثمار لهذه الموهبة، منورتنا اليوم في الاستوديو الجدة. أهلا وسهلا، نورتينا. أهلا وسهلا فيك، نور نورك. طب قبل ما ندخل في حوارنا، إيش رأيك تحكينا قصتك؟ كلنا متحمسين نسمعها. والله أنا صراحة أنا حب الشهرة من وأنا صغيرة، ما شاء الله، وما شاء الله أنا عندي معجبين كتير. وأنا من فاشينيستا وموديل ما شاء الله، كله اثنين. الله، حبيت باين النظارة انك فاشينيستا. شايفة النظارة؟ انا عجبتني. أيوة. ممكن تسلفيني هي؟ لا هذه شايبة، هذه قديمة، ما من زمان هذه. ما دي احد. طيب والخيزران هذه جايبتها لي ولا المينا بعد؟ لا هذه الخيزران متهدديني. الخيزران هذه اللي ما يسمع الكلام انا صراحة اضربه. اي لازم. أيوة. طب ايش العروض اللي بتقدميها يا جدة؟ يعني يقولوا لي ما شاء الله انك ما سبتي ولا مكان. ايوه، انا اقدم عروض في كل مكان تلاقيني. في المسرح وفي كل مكان ما شاء الله، انا مشهور، الناس معروفه تعرفني. انت متابعتني على سناب؟ مش هو ده. لا لازم، مالي حق صراحه. مالي حق، لازم الناس كلها عندي ما شاء الله، ناس حلوين وناس كل الناس، وعندي اشياء سرين ما شاء الله برضه معجبين. حلو، انت قاعده تقولي لي كم مره انه عندك معجبين، يعني مبسوطه من ذا الشيء ولا ايش بالضبط؟ ايوه، الواحد لازم يعيد شبابه. ايوه، يعني ليه متى الواحد يعني يبقى عمره؟ يعني يا جده في العمر ده وعندك معجبين ومبسوطه كمان عندك معجبين؟ ايوه. ليش؟ والله يعني تعرف الناس تتعب نفسيتهم. أيوة. من المشاكل، لازم الواحد يفرغ طاقته. تفرغ طاقتك في المعجبين؟ يفرغ يعني الواحد لازم يعيش شبابه. كيف تعيش شبابك؟ اوكي صح، مو غلط ابدا، بس صراحه حبيت الفستان والشعر والنظاره لك اليوم، بس ما اعرف ليش الحاجب طالع فوق. في احد مزعلك اليوم؟ والله انا ما نمت كويس، وراي كان في سمبوسه. بتسوي سمبوسه ونحن مو في رمضان؟ ليش برضه سمبوسه؟ انا صراحه الناس تحب السمبوسه. انا اسوي لهم سمبوسه دائما ما شاء الله، انا عندي خبره فيها. طب انتبه يا جده، لازم تحافظ على رشاقتك عشان المعجبين، ما ينفع تاكلي سمبوسه كل يوم دهون. لا بس انا الغدا حقي سمبوسه بس الغدا. إيوه. بالعافيه بالليل ما اكل شيء، ما انت شافتني نحيفه رشيقه ما شاء الله تبارك. إيوه. الله، حتعلم منك انا اليوم. طب ايش رايك خليكي ترتاحي شوي ونجيب البطل اللي جاب لك هذه الشهره في هذا المقطع، خلونا نشوفه. طيب يلا ورينا. اعزائي المشاهدين الكرام، يلعب لك كوره ميسي. الله لكنكم ستشاهدون فريقاً مختلف اليوم. أعزائي المشاهدين الكرام، وهذا رونالدو، ويا سلام ويا سلام الذي يحدث أنا، والله أعلق وأصفر. عبد الرحمن الرهبيني شاب سعودي تعود على تقليد الأصوات، وبيحاول اليوم أنه ينجح في تقديم نفسه فنياً من خلال كاركترات مختلفة بيقوم بكتابتها وتنفيذها من خلال الظهور المستمر بالدمى، طبعا مستخدم الكلام البطني. وصراحة منورنا يا عبد الرحمن، ضحكتني اليوم، ضحكتني الجدة، أبدعت. الله يسعدك، نور نورك. طيب موضوع الدمى، أنا ملاحظة أن الفترة الأخيرة قاعد يزيد بشكل كبير وخصوصا بين الشباب، فكلمنا إيش حكايتك مع هذه الدمية؟ والله هي جات صراحة، يعني كنت أنا أحب التمثيل يعني من صغير، وكنت البس اقنعه عجوزه، كنت امثل باداء عجوزه ففتره طويله يعني، وبعدين برضو كنت احب التقليد الاصوات المعلقين. كنت اعلق فتره يعني في المباريات وزي كذا، فانا احب التطوير وزي كذا، فقدرت الان اوصل لمرحله اني انا كل الاصوات هذه ما فوق فمي. اي بتتكلم من بطنك صح؟ أيه، تستخدم بطن. تقنيه الكلام من بطني. ايوه بس ما فوق فمي، بس انه النطق استخدم فقط النطق اللسان. فعشان كذا حتى لما انا اسوي مقامات مجسات وزي كذا تطلع صافيه، لاني بستخدم لساني في النطق، بس الشفايف احاول اني باستطاع اني انا ما احاول افك الا نقطه شيء بسيط يعني. عشان تحس ان الموضوع متعب؟ والله هو يعني صراحه انا كل يوم ما شاء الله علي
يعني مستمر في المقامات يعني. يعني انا احب المقامات كثيره، خاصه المقامات الصعبه داخل المقامات الحجازيه وهذا. ما شاء الله، فعشان كذا صارت الوضع يعني تمارين يعني. حلو، بس انا لفتتني مره عبد الرحمن انك اخترت شخصيه جده، يعني ليش جده؟ ليش مو بنت او مثلا شاب صغير في السن؟ يعني ايش كنت بتفكر لما اخترت شخصيه جده؟ والله شوف، الجده يعني ما شاء الله عليها يعني شخصيتها قويه، فهذا شيء حلو يعني. وصوتها ما حد يزعل منها. اي ما حد يزعل منها. انا خفت من الخيزران صراحه، خوفتني. لا الخيزران هذه ما تضربني لا بس. يعني انا احيانا طفشها وزي كذا فهي تصقع لي بس تضربني. فهي ما شاء الله عليها يعني طيبه حبوبه، ناس تحبها كثير، فالشخصيه عجوزه معروفه، فعشان كذا انا اخترت الشخصيه العجوزه هذه. مين بيختار لها الملابس اللي بتلبسها؟ والله شوف، انا اللي اضبط لها الستايل يعني. العصايه انا مركب لها العصايه، فبس لازم عصايه قديمه لان هي تحب الاشياء القديمه. بس انا قالت لي انها تبي تعيش شبابها، ليه ما حتطلع روج احمر؟ ناقصها الروج صراحه والرموش. باقي تركب لها رموش وتحط لها روج واحمر خدود شويه. احس الكاركتر راح يضبط عليها مره، صح؟ صح، يبغى لها ميك اب. جيبها عندنا للميك اب ارتست حقتنا تسوي لها وتضبطها بالميك اب. طب الميزه الاهم في الموضوع هو الكلام البطني، فاعطينا كيف يعني، اعطينا مثال كيف تتكلم من بطنك، خصوصا الشباب اللي حابين هذه الفكره. والله اول شيء الواحد يعني لازم يستمر يعني. يعني اول شيء يتعود على اول شيء تقليد الاصوات الطبيعي، يمرن صوته والنفس طبعا يأثر برضو. فإذا تعود على تقليد الأصوات الطبيعية يقدر بعدين إن شاء الله فترة طويلة يقدر يتكلم من بطنه. يعني كان بطنه كيف يعني، بحاول إنه يتمرن إنه ما يحاول إنه يفك شفايفه. أي كيف؟ فمه. يعني حاول زي كذا. أسوي لك مثال تمثيل. أي. طيب الحين هي الآن نايمة، نامت ما شاء الله يعني مع الكلام. يا جدة قومي، يا جدة أعصك السنج وسوي لي طرزان، فين النقود حقتي؟ كسرت لي النظارة حقتي. يا جدة دحين احنا في ساعة شباب، خلينا ساعة رخوان وابنان نسين والناس نمين. انا فاضي معاه ورئيس سمبوسة. سمبوسة مين يا جدة؟ يا جدة انا عندي موهبة اقدر اقلد اصوات سيارات من انفي. ليه؟ وين اعطينا؟ دحين اوريكي من انفي. هجرتني قلبي، هيطلع ورا هنا. يا جدة اعطيني فرصة، اعطيك صوتي وتعطيني صوتي، يلا نجربها. هوب، ايش هو ده؟ انا صوتي هنا. هيتحداك تقلد معلقين الكورة. أعزائي المشاهدين الكرام، وهذا الأمنية، ويا سلام على الأمنية، مساء الفول على الناس الكل، نار 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 يا حقيقي نار، إطارة الترناندو. طيب أتحداك تقول موال. أي أتحداك، أنا كمان أتحداك معاها. لو علمت الدار يزال واستنشرت ثم ستوضع القدم وانشدت بلسان الحال قائلة أهلا وسهلا بأهل الجود والكرم يا لم يا الله الله الله، أبدعت يا عبد الرحمن، نتمنى لك كل التوفيق في هذه الموهبة، نورتنا وشرفتنا، وإن شاء الله نشوف لك عروض قادمة في كل مناطق المملكة. يعطيك ألف عافية، شكرا لك. شكرا لك. مشاهدينا مكملين معاكم، وبعد الفاصل سلطنة الخميس مع الفنان أحمد الموسى.